بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على النجم المبارك الذي هوى، نور العيون هو، صاحب أعلى اللوى، حاز من الجمال وما حوى، من فنى الدنيا سرى، سر الوجود المجتبى، نعمة الباري النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل أكمل صلواتك وأتم تسليماتك على هذا النبي الكريم والسيد السند الرؤوف الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتحية طيبة عطرة مباركة أيها الإخوة المشاهدون، نحن اليوم مع إمام وفارس، ليس فارس قتال ولكنه فارس شعر. إذا ذكر شعراء المديح النبوي فهو فارس هذه الحلبة بلا منازع، إمام البلاغة والمديح، أتى بآية من آيات الفن ووردة في جبين الأدب العربي، نظم قصائد فيها من الجمال والتصوير الأدبي ما جعلها غررا في جبين الدهر. ومن قصائده قصيدة ذاع صيتها وبقيت خالدة حتى اليوم، قصيدة عريقة راسخة القدم في مديح سيد البرية وصحابته وبيان فضل الشريعة الإسلامية السمحاء. حاك فيها قصائد جهابذة الشعراء في العصر الإسلامي كسيدنا حسان وكعب وغيرهما، ووقع إجماع الأدباء العلماء والأولياء على أن قصيدته أفضل مدائح الرسول العربي صلوات ربي وسلاماته عليه. ولمكانة هذه القصيدة صارت أنموذجا للشعراء بعده ينسجون على منوالها ويحرصون على مجاراتها. إننا معشر الأحبة مع صاحب قصيدة البردة في الشعر الإسلامي سيدنا الإمام العارف بالله الأديب البليغ والشاعر المجيد والصوفي المتحقق سيدنا شرف الدين محمد بن سعيد ابن حماد البوصيري المصري. ومع هذه الحلقة الجديدة من سلسلة أعلام التصوف أدعوكم جميعا لتترضوا عن الإمام البوصيري. إخوة الإيمان، ولد مولانا الإمام البوصيري سنة 860 للهجرة في مدينة بوصير في مصر، وأصله يعود إلى المغرب العربي، وتلقته أيدي علماء عصره تفقهه وتثقفه وتحبب إليه الأدب والشعر خاصة. وشيخه في الأدب والنحو واللغة سيدنا الإمام أبو حيان التوحيدي، كما لزم الإمام الفتح ابن سيد الناس من أكابر الأئمة والحفاظ، والإمام العز ابن جماعة، وما زال مكباً على الدراسة حتى اتسعت معارفه وأتقن العلوم بأسرها، وبرع في صنوف الآداب فأجاد صناعة المنظوم والمنصور، وبذ أقرانه في فنون الشعر والبديع ودروس المذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. درس هذا المذهب حتى برع فيه وصار يفتي به، وقربه إليه السلطان الظاهر بيبرس وولاه بعض الوظائف، ثم اعتزل الوظائف كلها وانطلق إلى مدينة الإسكندرية حين سمع بسيدنا أبي العباس المرسي تلميذ سيدنا أبي الحسن الشاذلي رحمهما الله ورضي عنهما، فلازمه وانقطع على يديه إلى التصوف ومال إليه رضي الله تعالى عنه، ودرس آداب الطريق وأسراره، وحضر في مجالسه
وأخذ عنه علوم الحقيقة، ونشأت بينهما محبة ظهرت في شعره، وبدت عليه إشارات الولاية، وظهرت عليه بركة أهل التصوف حتى فاق أهل زمانه. فلما توفي شيخه أبو العباس المرسي قام بتدريس العلم مكانه، وترقى إلى درجة الإفتاء حتى لقب بلقب شيخ علماء الإسكندرية. ونام ليلة فرأى حصار عكا وفتحها، ورأى في منامه أن السلطان الظاهر يهاجم عكا ويفتحها، ويساعده على ذلك شاب أسمر دمشقي يرمي أبراج القلعة الخشبية التي صنعها العدو بالنار فيحرقها. فما أن انتبه حتى أسرع إلى السلطان الظاهر وبشره بهذه الرؤيا، وكان السلطان يهتم لفتحها، فاستبشر بالرؤيا وراح يبحث عن الشاب الدمشقي حتى عثر عليه وكلفه بصناعة شيء لأول مرة، ألا وهو النابالم، مادة تلتصق بالشيء فتحرقه. وفعلا حاصر السلطان عكا وهاجم القلاع الخشبية ورماها بالنابالم، فاشتغلت واحترقت الأبراج واحدا تلو الأخرى، وكبر المسلمون وازدادت حظوة البوصيري عند الناس والسلطان. إخوتي في الله، لما بلغ الإمام هذه المرتبة من الولاية امتحنه الله ببلاء شديد، ألا وهو مرض الفالج. فمكث في بيته وأحضر له السلطان الأطباء فأعياهم معالجته، وهو صابر محتسب راض بقضاء الله وقدره، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وبدأ ينظم قصيدة يستشفع بالنبي إلى الله تعالى أن يعافيه، وكان كلما نظم أبيات يكررها، ويبدأها بقوله: أمن تذكري جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بفمي، حتى أتمها 160 بيتا. وفي ليلة قرأها كاملة وبكى ودعا وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، ما سامني الدهر يوما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ويختم البوصيري قصيدته المدحية بالتوسل بجاه النبي ألا يخيب الله رجاءه وأن يغفر له ولسائر المسلمين، فقال: يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. قصيدة نظمها بحب ملأ حنايا هذا الإمام، وصدق بتوسله إلى الله، وينام تلك الليلة فيرى سيدنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، يرى نفسه يلقي القصيدة أمام السيد الأعظم، وشاهد السرور قد اعترى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورآه يتمايل سرورا. فلما وصل البوصيري إلى قوله: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وقف البوصيري وأرتج عليه، فقال له سيدنا رسول الله: قل وأنه خير خلق الله كلهم. هلا بيجوا بيتفلسفوا بيقولوا النبي كان يعلم الشعر، هذه شطرة مثل الشطرة التي قال بها عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هكذا اعترضوا. وقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على وجهه بيده المباركة، وألقى عليه بردته، فانتبه الإمام البوصيري من نومه
فرأى نفسه وقد عافاه الله تعالى، وقام يمشي على رجليه فسماها بالبرأة لأنه برئ بها من علته، وزاد بها وزاد عليها. كم أبرأت وصبا باللمس راحته، وأطلقت أربا من ربقة اللمم. أيها الأحبة والصحب، خرج الإمام من بيته فجرا فصار الناس يهنئونه بشفائه، فلقيه بعض الأولياء فاستوقفه وهنأه وقال له: أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله. فقال: أيها؟ قال: أمن تذكري جيران بذي سلم، والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله، ورأيت رسول الله يتمايل وأعجبته، وألقى على من أنشدها بردة، فقال: أنا هو الذي ألقيت عليه البردة، فشفاني الله تعالى. وصار الإمام البوصيري كثير الاجتماع بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة، وكانت رائحة الإمام البوصيري لاجتماعه بالنبي الكريم تصدر عنه رائحة طيبة مسكية يشمها الكبير والصغير. وتسامع الناس بالقصيدة وصارت تتلى في كل فرح وكل مولد، ويستشفى بها من الأمراض، وكم شفى الله بسببها أناسا كان اليأس قد بلغ من شفائهم. وتابع الإمام البوصيري مديحه للحبيب الأعظم فنظم قصيدة على حرف الهمزة تدعى الهمزية، بدأها بقوله: كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال منك سنن منك دونها وسناء. ويستبد به حب سيدنا رسول الله الذي كان أساس قصائده كلها، فيخاطب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ويقول: هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. معشر الإخوة الكرام، أستطيع أن أقول إن حب النبي الأعظم صلوات ربي وسلاماته عليه ملأ علياء سماء حياته، وكان مخلصا في نظم قصائده، فإذا بها كالهشيم اشتهرت في العالمين الإسلامي والغربي حتى ترجمت إلى عدد من اللغات. وقام السلطان عبد الحميد الرجل الصوفي فأمر بخطها على القباب الداخلية للحرم النبوي الشريف، وقد شاهدتها بنفسي قبل أن تطمس معالمها في العصر الحديث. انظروا إلى رؤوس القباب والشبابيك لتروا أبيات البوصيري تزينها بخط الثلث، ما أحلاها وما أجملها، ويا خسارة تلك الآثار الكريمة. ونظم على منوال هذه القصيدة شعراء في كل عصر وجيل، شطرها مولانا الإمام محمد أبو الهدى الصيادي مفتي الدولة العثمانية، وقام بعمل البردة المحمودية التي نظمها سيدنا الشيخ محمود الشقفي الحموي رحمه الله تعالى، وألقاها أمير الشعراء أحمد شوقي في ريم على القاع بين الباني والعلم، وكان آخر من عارضها فيما علمت الشيخ أحمد عمر هاشم، وجه الله لهم الخير أينما اتجهوا. لكن كل المعارضين لقصيدته والناسجين على منوالها ماتوا هم وقصائدهم، وبقيت قصيدة البوصيري واسمه حيا حياة أبدية لشيء واحد فقط، وهو حبه الصادق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بقي حبيبه في حياته، وعند انتقاله إلى الدار الآخرة
سنة 96 و600 عاش فقيرا ومات فقيرا، وحشره الله في زمرة المساكين تحت لواء سيد المرسلين. تذكروا أيها السادة أنه ختم قصيدته بقوله: وهذه برأة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100، ارحم بها موتانا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.